ان شاء الله. هل هتعين الناس ولا هتعمل لهم مشاريع ماشي، ولا هتطالب بوزارة مستقلة، ولا هتعمل ايه بالظبط؟ ايه اللي تقدر تعمله؟ اللي اقدر لا اعمله يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي اقدر اعمله واللي تقدر توعد بيه الناس كده. اللي اقدر اعمله ان احنا كلنا كاطباء بيطريين هنثبت للدوله ان الدوله محتاجانا، وان الطبيب البيطري مشروع قومي يمشي على الارض، وان هذا الطبيب النوهاو بقى، النوهاو ازاي يعني ان احنا نقدم مشاريع للدوله. يعني انت لما تيجي تروح لمسؤول طب في خدمه، تجربه في كفر الشيخ؟ يعني انا عاوز اقول لك ايه، لو انت مثلا عملت حاجه مثلا في محافظتك وبالتالي عاوز تعممها، انت نجحت فيها فعاوز تعممها، موضوع يبقى في السمان، بوادر بقى يعني. موضوع السمان في كفر الشيخ لما جيت قدمته لسيادة المحافظ بقت، لأن عندنا حاجة اسمها المنوفة في الحمول بيربوا سمان، قريه. قرية، لسيادة المحافظ وافق إنه يبقى فيه مجزر نص آلي للسمان هناك، وعملنا له مجزر نص آلي. إحنا عندنا السمان في كفر الشيخ حاليا بقى بالملايين. تمام. الأمر التاني، كنا إحنا شغالين في السمك جامد جدا. انا رحت لسياده المحافظ سياده اللواء احمد بركة زكي عابدين غليون وكده، قبل ولا بركه غليون، غليون. وكنا عايزين ناخد 20 فدان عشان نعمل مفرخ جمبري، ووافق سياده المحافظ ان احنا نعمل مفرخ جمبري، وكان صلى اما عليه يكلفنا وسلم. 5 مليون جنيه. فانت لما تيجي تقدم للمسؤول دراسه جدوى فيها منفعه لمصر عمره ما يرفض، لكن لما تروح لمسؤول عليه اعباء كبيره جدا وتقول له حقوق الاطباء البيطريين هو مش ناقص. طيب يبقى احنا كده عاوزين اللي هي الاغنيه اللي كانت بتقول قبل ما تقول اخد اسال اديت ايه، قبل ما تطلب بحقوق الاطباء البيطريين تقدم مشاريع للدوله الاول. دي جاهزه دراسات جدوى ليها جاهزه وبروبوزال دراسات وكده. جاهزه وبروبوزال. الامر المهم ان انت لما توسع البرودكشن هيحتاج طبيب بيطري. تمام. يبقى كده يعني في الخلاصه، يعني كده احنا دلوقتي يا دكتور حسن بيوعد الاطباء البيطريين انه في حاله نجاحه هيعمل الآتي: هيقدم مشاريع للدولة لزيادة إنتاج البروتين الحيواني، هيشغل الأطباء البيطريين سواء كان بقى تعيين أو مشاريع خاصة ماشي، هيقاوم البارا ميديكال. لازم، دي أهم حاجة، هيقاوم البارا ميديكال، دخلاء المهنة دول المفروض ما يبقاش في دخيل. هيعمم إنتاج السمان في مصر كلها، ويعرف الناس إزاي يطبخوه إزاي وطريقة طايو. في حاجة تانية عاوز تضيفها؟ هل لديك أقوال أخرى؟ لازم يبقى في صندوق اسمه صندوق مخاطر. الطبيب البيطري اللي بيتوفى هو شاب معاشه قد ما في إيه؟ تكافل الأطباء البيطريين قليل جدا. يعني يبقى عاوز الميديكال تزود التكافل، يعني تطور التكافل. هو ده لازم موجود، يتطور، ما هو موجود. لازم يتطور. الامن التاني، الامر التاني، اتحاد المهن الطبيه ده بشري واسنان وصيدله وبيطري، ازاي ما يبقاش فيه تامين شامل للمريض؟ ازاي؟ انا متهيألي بس برنامج علاج الاطباء وصارهم فيه الاطباء البيطريين اللي مش شارك لا، فيه. في الاطباء البيطريين والبشريين، وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. انت لو جيت تشوف انت عاوز الاليات الكرونيك بقى كده. ديزيز، لازم الامور يبقى فيه تامين شامل، طب لازم ماشي، فيه ما هو مستشفى. زينا زي البشريين والاسنان ده ما وكده، هو انت البشرين هتطالب يبقى بكل. معانا، ما احنا عايزين نطور انت كله بتطالب الاتحاد. كل. اهو اولا انا من نفسي ما اقارنش نفسي ولا بالصيادله ولا بالبشريين، لا ما اقصدش كمان، لا تمام، اتحاد نقابات المهن لكن الطبيه اتحاد فعلا. المهن الطبيه لازم يكون فيه مستشفى، ولازم فيه تامين شامل للاطباء، مش انك تكشف عليه بس وتدي له دواء. جميل. طيب وفي حاجه تانية بقى، ان شغل النقابه العامه شغل استراتيجي مش شغل رحلات ولا شغل ايوه، يعني مصايف. تخطيط على المدى الطويل. لا، احنا ندعم النقابات الفرعيه في الرحلات والمصايف وما الى ذلك، تمام، لكن وحتى التدريب يبقى عن طريق النقابات الفرعيه. تمام. يعني ما عشان اجيبش يطلع الراجل له انا ادربه عندي في ما القاهره، يجيبوش من اسيوط لا 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 للقاهره لا ولا لا، من انا اسوان اجيب للقاهره. استاذ دكتور حاتم يروح يدربه هناك، يبقى انا هنقل الدكتور حاتم بس تمام. عشان يدرب هناك، تمام. الامر المهم ان لازم يكون في اذن صاغيه لطلبات الأطباء، يعني كلها مش رؤية حسن حلمي، لا، رؤية الأطباء في هو في كل ما هو ممكن. تمام. ثانيا لازم نفهم يعني إيه توجه دولة. تمام. يعني لو فرضنا إن في توجه دولة ما إن ما فيش تعيين لحد 2022، إزاي نستفيد في التوقيت ده ونوظف برضو أطباء بيطريين تحت بند إن انت لا تتخيل الامراض المشتركه اللي بيننا وبين الحيوان، امراض خطيره جدا. تمام. ويبقى في نقص شديد جدا في عدد الاطباء البيطريين في الهيئه، احنا عندنا نقص 6000 طبيب بيطري في الهيئه. تمام. تطوير المجازر، ازاي نطور المجازر؟ ازاي الويست
اللي بينتج من المجازر ازاي يصنع للاستفاده. هذا مفيش مسؤول، مفيش مسؤول تنفيذي لا يصغي، ولكن انت قدم له المشروع كامل متكامل تمام، ويبقى الكومنت ان هذا المشروع لمصر مش للاطباء البيطريين ده لمصر. تمام. عدم وجود اطباء بيطريين في مصر. الامر المهم ان مصر مش مصر بس، مصر قلب العالم العربي وقلب العالم الافريقي. ازاي الطبيب البيطري في مصر يتعاون مع وزارة الخارجية في العالم العربي والعالم الافريقي؟ وادي النيل من ضمن حل مشاكل وادي النيل الطب البيطري، لان وادي النيل كله استزراع حيواني. دكتور حسن اقدر ابلور كلام حضرتك ان دكتور حسن عاوز يقدم السبت للدولة قبل ما يطلب منها الحد طبعا، فبالتالي بيقول مقترحاته الاول وقال رؤيته وقال هو مترشح للنقيب العام ليه، وده عهد عليه في حالة نجاحه، وزي ما قلت في الاول ان بيور فيت منبر لجميع الاطباء البيطريين، والمجال مفتوح لاي مرشح لمنصب النقيب العام انه يجي يشرفنا في قناة الصحة والجمال، حتى لو اضطرينا ان احنا نعمل حلقات اضافية علشان الوقت قرب. بكمل اشكر استاذنا الدكتور حسن حلمي عطية على مجهوداته القيمة وبصماته الواضحة في كفر الشيخ، وعلى وعوده في حالة نجاحه في معركة انتخابات يوم الاربعاء 26/8 اللي جاي ان شاء الله. بس انا عايز اقول للدكاترة كلمة. اتفضل. عايزين نحب مهنتنا اكتر من كده. في جهات رقابية بتشوفنا على الفيسبوك. عايزين نحب بعض اكتر من كده. عايزين نتحد اكتر من كده. انتوا في كفر الشيخ بتحبوا بعض اكتر من بيت الجمهورية؟ اعتقد كده. لا ما اعتقد ولا حقيقة. لا حقيقة. طب خلاص حقيقة. نيجي كفر الشيخ. لا حقيقة. لان احنا عايزين نتحد على مشروع قومي لينا يفيد البلد. ولو نجحنا في مشروع هننجح في كل المشاريع. لان النجاح في المشروع يعني ايه؟ يعني تعرف ازاي تخطط، ازاي تؤدي. تمام. ده مهم جدا. تمام. الف شكر دكتور حسن. الف شكر دكتور حاتم. شكرا على الدعوه الجميله دي. شكرا. كل سنه طيب. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.